الله كانت تتكلم الله يسعدك يا في ان شاء الله قصدي في البضايع متوفره لكن حال الناس يا خالد ما بدون ولا الاسعار غاليه بصارف مرتباتهم زي ما نقول لك ما تكفي الحاجه نتاعها عرفت مرتبه تلقاه 600 جنيه بالليل شو بياخذ له المواطن في الظروف هذه ما يقدرش ياخذ الحق ظروف صعبه ونقص سيوله مع المصارف مسكرات ويعني الحال والله ما يعلم به الا ربي في ناس تخش المحل تشبح بعيالها ولا ما عندها جهد حتى كيف ياخذ يعني والله الحال مؤسف بكر الحق يا ودي ما لكش حركه ضعيفه زي السنه اللي فاتت ولا قبلها ضعيفه السنه دي لا في سيوله لا في مصارف يعني والناس مع المرتبات ما ناش الدنيا واقفه الحق في اللي يخشوا يطلعوا والله اللي حق باش يكسي ولاده ما في واقفه فهمتها وش بدنا نقول لك ربي يلطف بالحال وخلاص والله حركه الاقبال ضعيفه جدا بسبب نقصان السيوله ونقصان الوقود للبنزين يعني كيف نقول لك وضع اسباب الكورونا كان الفتره الاولى في رمضان نفتحه في النهار بس من الساعه 10 للساعه 6 والليل مسكرين وبعدها وقعد مره الحال يتحسن شويه بعدها قعدنا نفتحه من ال 6 من ال 10 لل 6 وبعدها نفتحه من ال 11 من ال 11 لل 3 2 على حسب على حسب الزبون قصدي كيف متوفر معنا والله احنا قصدي احنا عندنا حاجات معقوله يعني في الاسعار مسهلين يعني الاسعار بما فيه احنا عندنا مثلا اسعار في 17 في شو نسمع قصدي عندنا مدخولات يعني يقدر الزبون يجيبهم في اللي ما الله غالب يعني شوف انت تشح في المصارف تشح في السيوله يعني نقص ضعيف جدا والله قسنا عليه هذا كل يوم ومش عارف كيف انا حارس انا هذه 32